السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فين العروسه؟ هنا يا عمتي. مبروك يا حبيبتي، مبروك. امسكي يا هديتي. ان شاء الله يخليك. ان شاء الله يخليك يا ام الغايه. ايه الافراح قليله، ارقصوا وزغرتوا وغنوا زي ما كنتوا. سلامي هنشولك. مش هروح. انت من ميت هتيجي ولادة حد؟ ساعة ما صرخت جسم اتنفض، ما كانتش صرخة ولادة. استرها يا رب، نادية والنبي يا رب. ما تقلقش يا حاج، أنا ولدت عيال العيلة كلها، هي بس محتاجة الحقنة دي ضروري قوي، وللأسف مش عندنا. ودي نلاقيها فين؟ يمكن في مستشفى الجامعة، وإن ما كانش في أسيوط أو في مصر. خير. يا حاج. تعال يا حمودة، وأجيب لي فخر الدنيا. اللي جوا دي مش مرتك. مرتي مرتي يا حاج. روحة الحقنة. حاضر حاضر. جوام خلص. حاضر حاضر حاضر. وارثني يا كنت انا يا حبيبتي. جوام خلص، كأني شغال عنده حاجة تعل. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا لي مش هلاقي الحقنة دي غير في صيدلية الجامعة. للأسف آخر واحدة طلعت من التلاجة من ساعة. والعمل يا دكتور؟ والله ما قدامكش غير إنك تروح أسيوط. أسيوط؟ طيب. السلام عليكم يا دكتور. السلام ورحمة الله وبركاته. للأسف يا حاج الحقنة اتأخرت قوي، والأمانة راحت لخالقها. يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. والله قلبي كان حاسس من أول ما صرخت لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ربنا أراد إن الطفلة تتولد سليمة وزي القمر. يقطع من هنا ويوصل من هنا، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. خربت على الحقنة في كل حتة، ما لقيتهاش إلا في أسيوط. رايح في حياتي. تكبر. عظم الله أجرك يا حاج. شكر الله وسعيك يا ولدي. ما تفكوش الصوان. أمر الله. اتعمل للفرح وهيفضل للميتم. شيعت أجيب أربع مخروهين. لا مؤاخذة يا حاج. بتوع الفرقة يعني عايزين حسابهم. حسيبهم يا خيري وعشوهم.